اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ شيف مجيد. ان شاء الله كما ما عودتكم غنوجد معكم واحد الوصفه اللي كثير سهله، مكونات بسيطه وتعطيكم نتيجه مضمونه 100%. هاد الحلوه هذه كي شفتوا من صوره مصغره الفيديو هي حلوه الكاوكاو، تقدروا تستعملوها او توجدوها للعيد ديالكم ان شاء الله. هاد او حتى المناسبات، علاش لا. هاد الحلقه هذه غادي نطلب منكم كذلك انكم ما تبخوش عينا بجيم بارتاج والاشتراك، وغادي نقول لكم حاجه في التعليق ديالكم، حاولوا قولوا لي اشنو اللي بغيتوني نعود نوجد معكم، اشنو هما الملاحظات ديالكم بالنسبه للقناه، اشنو كتفضلوا او الحاجه اللي بغيتوها تكون قولوها لي. حتى اللي ما عجبتكمش حاجه قولوا لي راه هاد الوصفه اللي كدير ما زوينينش، او هاد الطريقه باش كتصور الفيديو راه ما زويناش، غير واعطينا الراي ديالكم وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكون عند الطلب ديالكم، وغادي نحاول انني نغير حتى الا ما عجبتكم شي حاجه. اذا باش ما نطولش عليكم ندوزو لطريقه التحضير مع المقادير. على بركه الله، اول حاجه غنحتاجو 250 غرام من الكاوكاو. هنا حمرتو حيت ديال القشره، لكن ما حمرتوش بزاف لانه غادي يكمل الطياب ديالو. هنا خدمت 250 غرام. غنحتاجو جوج صفار البيض، غنحتاجو كأس من سكر ثقيل أو سكر كلاصي، مايونيز 100 غرام، غنحتاجو 100 غرام كذلك من النشا، غادي نحتاجو 250 غرام من الزبدة، لكن هاد الزبدة خاصكم تخلوها في المطبخ حتى تولي بوماد، غادي نحتاجو 450 غرام من الدقيق الناعم المغربل، غادي نحتاجو 7 غرام من خميرة الحلوى أو 8 غرام عفوا من خميرة الحلوى، وغادي نحتاجو الفاني هنايا إلا عندكم هذا تستعملو من ملعقة، ما عندكمش استعملو 7 غرام من الفاني أو ملعقة من سائل الفاني. بسم الله، غادي ناخدو الزبدة، حاولوا اننا نختموها تكون يعني متلوقه، غنضيفوا عليها كاس من النشا وكاس من السكر. بالنسبه للسكر الثقيل ضروري اننا نكونوا غربلناه باش ما نحاولوش اننا نتعديو معاه في الخدمه، والزبده تكون متلوقه. غنحاولوا نخدموا هاد المكونات مزيان حتى يعطونا شكل بوماد. هنا غنضيفوا الفاني بسم الله، وغنضيفوا كذلك صفار البيض، حاولوا نخدموهم مره ثانيه كتشوفوا متلوقه الزبده. غنجيو نضيفوا كاوكاو وغنخدموهم بنفس الطريقه قبل ما نضيفوا الدقيق. اهم شيء اننا نخدموا هاد المكونات حتى ينسجموا 100%، يعني ما بقاش تبان لينا شويه هنا فيه زبده هنا ما فيهش، خص كل شيء ينسجم. هنا علاش قلت لكم الحاجه انها خاصها تخدم مزيان، لان غنضيفوا الدقيق وما غاديش نعجنوه، بغيناها لان هنا فاش الى يعني تكونت لينا هاد لاباري مزيان وانسجمت مزيان، الدقيق غير غادي نجمعوا به هاد العجينه وغنحبسوا، ما غندلكوهاش لانها كتجي بحال الشكل ديال الصابلي، والصابلي ما كيبغيش تدلك، لان تدلك بزاف غادي تلخ لينا الزيت ديالو وغادي تحل لينا الحلوه في الفران. هنا غادي نحاولوا نضيفوا الدقيق شويه بشويه بهذا الشكل هكا بسم الله، فقط استعملوا الاصابع ديالنا، نضيفوا على ثلاث مراحل بسم الله، كتشوفوا انها بدات كتجمع، نحاولوا نجمعوا الدقيق اللي عندنا في يدينا، نجمعوا الجوانب، ونفضل انكم تستعملوا مثلا قصريه كيكون احسن، انا فقط لاني كنصور ما بغيتش نستعمل القصريه كبيره على المكان ديال التصوير. هنا غادي نجيو نضيفوا ما تبقى من الدقيق، لكن في هذه المرحله هذه غادي نضيفوا 8 غرام ديال الخميره بشكل هكا، وغنجيو نجمعوا العجينه او الدقيق اللي بقى لنا في هذه الحلوه هذه. واخا تشوفوا انها ما كتجمعش اولا يعني كتجيكم صعيبه، فقط غير حاولوا انكم تجمعوها باليد ديالكم هكا، ولكن دمجوا كل هذه المكونات هاد العجينه هادي على شكل هادي هاد الطريقه هكا. مجرد ما تشوفوا الدقيق غبر ما بقاش كتبان داك اللون الابيض ديالو، ديك الساعات غتكونوا ساليتوا هاد الحلوه هادي، يعني خصكم انكم تجمعوها على شكل كره. دانك كتشوفوا بعد ما جمعت العجينه يعني ما دلكتاش كتفتت، كتشوفوها هكا راه كتفتت، فقط غنحاولوا اننا نجمعها، وبغينا الدقيق انه يغبر، يعني ما بغيناش يبقى الدقيق كيبان لنا في العجينه.
وهنا كيبان لنا بانها انسجمت. هنا بالنسبه للفران خصو يكون سخون عندكم ملي توجدوا هاد الحلوه ديالكم، ويكون على درجه 160 درجه. غنجيبوا واحد زوج ورقات اولا بلاستيك غذائي، وغنحاولوا اننا نسرحوا فص منه العجينه باستعمال مدلك. غنستعملوا جوج ورقات في هذه المرحله هذه، خص تكون عندنا الطاوه ديالنا موجوده. نحاولوا ان نجيبوا واحد تلوت او نصف الكميه، حاولوا غير نضغطوا هكا حتى يتجمع لينا. واخا تشوفوا هاد الشقوق ما كاين حتى شي مشكل، وهذا هو الهدف من هاد العجينه، تعطينا هذوك الشقوق في الشكل ديالها ملي كتقطع. بسم الله نحاولوا اننا نحطوها في هاد الورقه هادي، وغادي نجيبوا المدلك. حاولوا اننا نضغطوا على العجينه ولا بأس، مره مره نعود نحيدوا الورقه ديالنا ونجمعوا بيدينا الا كتفرت لينا. ما غاديش نسرحوها بزاف، غنحاولوا تكون يعني تقريبا واحد سنتيمونس ديال العلو، ما تفوتوش يكون احسن. نحاول نسرح العجينه ومره مره غنعاود نرجع معكم. الشكل اللي قلت لكم كتشوفوا هنايا الا ضغطوا عليها غادي تهرس لكم. انا هاد كاع الشيء اللي يمكن لي وقع ليا غادي نوريه لكم باش انكم تستافدوا، وهذا الشيء راه عادي يعني ما عليكم الا انكم تجمعوها. لا بأس انكم تقرصوا الفيديو ديالكم كاع احسن من الاول، الطريقه تجيكم سهله. من بعد نبداو اننا نسرحوا، فقط غير تمشوا على شكل هكا، ما تضغطوش بيديكم، غير سيروا على شكل هكا، هي غادي تفتح بوحدها. مره نقلبوا الورق، داكشي كنفضل انايا. علاش كنفضل انايا هذا الورق على البلاستيك؟ هنا كتحكموا فيه وكندوروا للجهه اللي بغينا. في المرحله الاخيره ملي نقربوا نوجدوا الحجم ديال اللي بغينا، فلا باس نجيبوا نشدوا الميدلاك ديالنا ونحاولوا اننا بحال كنيطاليو هاد العجينه، يعني بحال كنعطوها الشكل الخارجي ديالها بهذا الشكل هكا، باش تكون عندنا نفس العلو. يعني طريقه كثير سهله، بسم الله بهذا الشكل هكا، يعني تقريبا ما نزلاش وما طلعش في نفس الوقت، يعني واحد الحجم اللي غنديروا بنفس الحلوه. كاع الحلوه اللي غنخدموا دابا غنمشيو عليها بهاد العلو. عطينا واحد اونص نبقاو في واحد اونص، عطينا سنتيمتر نبقاو في سنتيمتر، باش ما يكونش عندنا العلو يعني طالع ديال العجينه وجهه يعني حلوه تجينا صغيره وحلوه كبيره، لا. اذا بسم الله، هنا مثلا عندكم هاد الجهه مهرسه يعني ضروري خصها تجمع، غادي نبداو منها. بسم الله نحاولوا ان نجيبوا الكاس على شكل، نجيو نقطعوا كتشوفوا، وغادي نبداو التقطاع ديال الهلال من هالجهه هكا حسب الحجم اللي بغيتو نتوما كتشوفوا. نحاولوا نهزو بشويه لان كيتحرس، تعملوا معه بشويه. نعاودها واحده اخرى، الشكل ديالو كيبان لكم هنايا. انا غنقطعو واحد ديريكت الطاوله، ولكن بغيتكم باش تشوفوا، بغيتو الهلال يكون كبير ديروه، بغيتو يكون قصير يعني ما واسعش ديروه، حسب اشنو بغيتو نتوما. وغتحطو مباشره على الطاوله، كتشوفوا كملاحظه لا قدر الله مثلا درتو هذه جاتكم واسعه، فلا باس انكم تعاودوا تقطعوا منها شويه غير من القدام. يعني كاع الحاله اللي يمكن توقع لينا غادي نعاودها معكم، ما كاين حتى شي مشكل. حاولوا باش نقطعوا بشويه اشكال، وغادي نحطوهم في الطاوله، وغادي نبقاو على الشكل حتى ندوز كل هاد العجينه، واللي بقات ليا غنعاود نجمعها ما ندلكهاش كي قلت، غنعاود نجمعها وغادي نحطها ترتاح شويه ونجيب الاخرى اللي كنت خدام بها.
هنا من بعد ما وجدت الحلوى غادي نحاولوا اننا ندهنها بياض البيض. غنوجدوا كذلك رقائق اللوز، تقدروا تستعملوا حتى اللوز مهرمش او كاوكاو مهرمش او حسب اشنو المتوفر. الحاجه اللي غنقول لكم هنايا غندهنوا ونحطوا باش انا يلصق هاد المكونات تلصق ما تنشف ليناش، بالاخص الا كان الجو سخون شويه دغيا كتشف، وهاد الحلوى كتشرب بسرعه السوائل. غنجيو هنا بسم الله غنحاولوا ندهنوا بهذا الشكل هكا فوق كتشوفوا، ونحطوا عليها قليل من رقائق اللوز على شكل هكا كتشوفوا هنايا. وكي قلت لكم قبيله راه تقدروا انكم ديروها واسعه شويه او انها رقيقه على شكل هلال رقيق. وغادي نبقى بهذه العمليه حتى ندوز كل هاد الطوا وغندخلها للفران كي قلت لكم 170 درجه 160 170. الحاجه غنقول لكم حاول هذا ما تخلوهاش طيب بزاف لان غير تحمر واحد شويه وتخرجوها، باش تعرفوا ان طب هاد اللوز اللي هنايا غادي يبدا يتحمر. ملي غادي يتحمر ديك الساعات غادي تلقاو حتى اللون ديالها يعني صباح شهي، وتقدر تطلع معكم واحد شويه في الحجم ديالها لا اكثر. اذا غنكمل هاد الحلوى وغادي ندخلها للفران ونرجع معكم مره ثانيه. هنا كتشوفوا من بعد ما طابت لينا غادي نقدر نقول لكم هنايا هاد الحلوى دي ما طلبش اكثر من 10 دقائق في الفران. حاجه ثانيه ما تحركوهاش من الطاوة او تحيدوها حتى تبرد تماما، يعني تبرد تبرد تماما لان هذيك فاش كتكون سخونه كتكون شويه شيجه. هنا كتشوفوا الشكل ديالها كي داير من التحت ما شاء الله، وهاد التشققات اللي كيكونوا في الجنب ديالها ولا القدام ديالها يعني راه كتكون هائله بمعنى الكلمه. وباش ما باش ما هي غليظه باش ما كيكونوا التشققات كثار. انا هنا اكتفيت انني كي قلت لكم خليتها سنتيم سنتيم ونص كافي، كلكي خليتها حتى جوج سنتيم حسب كلها اشنو بغا. حاجه اخرى كي قلت لكم هنا الفوق ديالها تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا كاوكاو مهرمش، يعني واشنو بغيتوا. ومني كتساليو لكم كذلك الاختيار، يا اما انكم تدهنوها بالكونفيتير يا اما انكم ديروا فوق منها السكر كلاصي. انا كنفضل يدير فوق منها السكر كلاصي لان هي شويه قليل فيها السكر. كي شفتوا الكميه ديالها درت فيها 100 غرام وهي تقدر تدير فيها حتى 150 غرام ديال السكر، لذلك غادي نحاولوا نجيو بشويه ديال السكر كلاصي ما حتى هي في الطاوة مازال ما حيدناها ما والو، نتاكدوا انها ما لاصقاش هذا هو الاهم، ونحاولوا نجيو بشويه شويه ديال السكر كلاصي على شكل هكا فقط. انا نديرو بحال شكل ديال شي تليجات فوق منها بحال هكا ما كثروش، غير نمشيو بشويه حتى هاد الحلوى هادي كتعطي البنه ديالها كثير في هاد الحلوى هادي كشتو على شكل هكا. وديك الساعات نقدروا نحتفظوا بها في واحد الاناء كي غتشوفوا بعد لحظات. اذا هناك تشوفوا حلوى كثير كثير سهله يعني ما شاء الله، كميه وفيره كتعطي تقريبا شي 70 حبه هنايا او 60 حسب التقطيعه اللي قطعتو نتوما. نتمنى من الله انكم تجدوها وتبعوا الطريقه، راه سهله 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 جدا. الحاجه غادي نقول لكم انكم ما تحاولوش تطيبوها بزاف، خليوها فقط تحمر واحد شويه كي كتشوفوا هنايا، يعني سهله. وحتى الا بغيتو تغلطوها راه تغلطوها كي قلت، او انكم تخلوها على هذا الحجم هذا. ما عليا نقول لكم ما تنساوناش من جيم بارطاج والاشتراك، وكذلك ما تنساوش التعليق ديالكم والاقتراحات ديالكم بالنسبه للقناه. غادي نقول لكم كان معكم شاف مجيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.